على الرغم من استمرارها لليوم الثالث على التوالي، فإن هدنة العيد في السودان التي اتفق عليها من أجل السماح للمواطنين بالوصول إلى مناطق آمنة وزيارة عائلاتهم خلال عيد الفطر قد اخترقت مجددا، حيث اندلعت اشتباكات متقطعة في العاصمة الخرطوم بين الجيش وميليشيا الدعم السريع. الصراع الدائر لليوم التاسع قلب حياة السكان في الخرطوم الذين يبلغ عددهم 5 ملايين نسمة إلى رعب، حيث احتجزوا داخل منازلهم بينما جزف عدد منهم بالخروج للحصول على مواد غذائية على نحو عاجل أو للفرار من المدينة. الاشتباكات والضربات الجوية المتواصلة في الخرطوم عمقت الأزمة السودانية المتفاقمة أساسا منذ سنوات، فأصبح السكان غير قادرين على الوصول إلى إمدادات الكهرباء أو المياه، فيما واجهوا ندرة في الاحتياجات الغذائية الأساسية والأدوية بعدما أجبرتهم الرصاصات المتطيرة في كل صوب على التزام منازلهم هربا من الموت. كان الجيش السوداني أعلن الجمعة موافقته على وقف إطلاق النار لمدة 3 أيام بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، دعت إليه قبل يوم واحد الأمم المتحدة ودول عربية ودولية عدة، إلا أن ميليشيا الدعم السريع فشلت حتى الآن في الالتزام الكلي والتام بوقف إطلاق النار، واستمرت في انتهاكاتها ضد قوات الجيش والمدنيين.